أنا أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي حزم، وأنا أعد من أهم رواد علم وظائف الأعضاء في جسم الإنسان ومكتشف الدورة الدموية الصغرى، وأنا أول من تطرق إلى ما يسببه الملح من ارتفاع ضغط الدم. في عام 1242 نشرت أكثر أعمالي شهرة، وهو كتاب شرح تشريح قانون ابن سينا الذي تضمن العديد من الاكتشافات التشريحية الجديدة، وأهمها نظريته حول الدورة الدموية الصغرى وحول الشريان التاجي. وقد اعتبر هذا الكتاب أحد أفضل الكتب العلمية التي شرحت بالتفصيل مواضيع علم التشريح وعلم الأمراض وعلم وظائف الأعضاء. اشتهرت بالعديد من المجالات، فأنا فيلسوف وعالم بالتاريخ وفقيه ولغوي، ولدي العديد من المؤلفات في النحو واللغة، ويعد اكتشافي للدورة الدموية الصغرى والكبرى واحد من أشهر إسهاماتي. أصبحت طبيباً خاصاً للسلطان الظاهر بيبرس بين عامي 1260 و 1277.